والله فيه علاج من الأمراض كلها من تمسك بهذا القرآن. أقول لكم سمعت من أحد مشايخي أن رجلا أصيب بالسرطان في هذه المنطقة أقرب المناطق إلى القلب، ذهب إلى المستشفى، قال أحد الدكاترة المختصين ترى أنت يعني بالكثير أسبوعين وحتودع على ما يقولون، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول هذا الرجل ويحدث شيخنا ويقول والله أردت أن أختم حياتي مع هذا الكتاب، لا إله إلا والله قصة عجيبة. يقول فابتدأت بألف لام ميم من البقرة حتى وصلت سورة طه. يقول استوقفتني آية، هو ورم وقع له في الخلف هنا ويتفشى منه سرطان، واستوقفتني هذه الآية وبدأت أكررها. يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال، يسألونك يا محمد عن الجبال، ماذا أجابهم؟ قال له الله قل لهم فقل ينسفها ربي نسفا. إذا أراد الله أمرا كن فيكون. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول استوقفتني هذه الآية، يا الله، يقول بدأت أردد بعد هذه الآية، يا الله جبال تنسفها ورم ما تنسفه، بلى يا ربي تستطيع، بلى يا ربي تستطيع. وبدأت العلاقة مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله، يا ربي ورم ما تستطيع تنسفه، بلى يا ربي أنت تنسف الجبال. يقول هكذا والله رددت هذه الآية وقرأت وما قرأت، قرأت ما قرأت. ثم أتى موعد الزيارة الأخيرة للمستشفى لعمل التحاليل الأخيرة، ويدخل المستشفى ويكشف، فيقول له الدكتور أسألك بالله أين ذهبت؟ أين الورم؟ فقال له هذا المريض نسفه ربي نسفا. لا إله إلا الله، لم يبقى أثر لهذا السرطان أبدا ولا لهذا الورم. ويسألونك عن الجبال لا إله إلا الله فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.